بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله بيك وبنياتي في مادة اللغة العربية 3 للكفايات اللغوية للصف الثاني ثانوي بقسميه الإنساني والطبيعي. انتهينا من الوحدة التدريبية 4 وكانت عن الكفاية الكتابية وخاصة الكتابة العلمية. سننتقل إلى الوحدة الخامسة والأخيرة لهذه لمادة الكفايات، وتتحدث عن كفاية التواصل الشفهي والتواصل الإقناعي. عنوان وحدتنا هي التواصل الإقناعي، موضوعاتها نماذج التأثير، العناصر المؤثرة في الموقف التواصلي الإقناعي، الإقناع المنطقي والتأثير الوجداني. سنحقق بحول الله وقوته الأهداف التالية: أن نميز بين المواقف التواصلية الإقناعية وغيرها من مواقف الاتصال والتواصل، أن نستخدم أساليب متنوعة من الإثبات المنطقي كالإثبات التعليلي وبالتعميم وأيضا بالمقارنة، أن ندلل على القضايا التي نطرحها والأفكار التي نبني عليها، أن نحلل الأنماط الإدراكية للمستمع سواء كان بصري سمعي أيضا شعوري، أن نراعي في تواصل الإقناعي كفاءة المستمع وجنسه واتجاهاته، أيضا نتعرف على سمات الذاتية وتطورها لتكون أكثر قدرة على التواصل الإقناعي. نبدأ بنشاطات التمهيدية. يقول: استعن بخبرتك الذاتية. السؤال الأول: التواصل نوع من أنواع الاتصال يحدث عندما يلتقي شخصان أو أكثر فيتبادلان الحوار الحديث الاستماع حول موضوع معين أو مجموعة متنوعة من الموضوعات. أي موقف ما يأتي يعد موقفا تواصليا؟ أعطي أمثلة على المواقف التواصلية. إذن ذكر لنا قصة وحكايات وأخبار ومناقشات في مسامرة لمجموعة من الأصدقاء، وأيضا حوار بين عدد من المفكرين حول إحدى القضايا الاجتماعية في برنامج تلفزيوني، أيضا المناظرات الدينية وعملية البيع والشراء، هذه أيضا موقف تواصلي، مناقشة أيضا المعلم مع الطالب، مناقشة الآباء مع أبنائهم، هذا يعد من التواصل، نوع من أنواع التواصل. السؤال الثاني يقول: في موقف التواصل اليومية يتهيأ لبعض الناس مقولات رائعة الجمال تتمنى أحيانا لو كنت أنت قلتها، بينما يتهيأ البعض مقولات رديئة وخاطئة تثير الضحك. تذكر أمثلة من هذه المواقف ودونها هنا ثم أسمعها زملائك. لدينا هنا عزاء حديث جيد، مثلا نقول: غفر الله لميتكم، والحديث الرديء نقول: فقدت عزيزا، إن ربك لبالمرصاد. فنختار اللفظ المناسب عند العزاء. أيضا عند المرض نقول: شفاك الله وعافاك، هذا أسلوب جيد. والحديث الرديء عندما أقول: أخي مات من هذا المرض، أو أن أقول لشخص مريض: هذا المرض مميت. استكمل مكونات الشكل الآتي لتلخص عناصر الموقف التواصلي. يطلب من هنا أن نقوم بذكر لنا عدة عناصر من الموقف التواصلي، وهي تعبيرات الوجه والعينان، حركة اليدين، حركة الجسم، درجة الصوت ونبرته، الرسالة أيضا اللفظية، وكذلك لابد من وجود المستقبل والمرسل. أيضا من العناصر لابد من المظهر، مناسبة الكلام للموقف الذي يقال. أي عناصر الموقف التواصلي أكثر تأثيرا ولماذا؟ نقول: استخدام تغييرات الوجه واليدين لأنها تختصر الكلام وتترك انطباعا في نفسية المرسل لا ينساها أبدا، فقد تكون تعبيرات الوجه موضحة لما لا يستطيع اللسان قولها.
يقاس نجاح التواصل بتحقيق الهدف متى يمكن أن تحكم على المواقف التواصلية الآتية بهذا النجاح. يقول معلم فيزياء يشرح النظرية النسبية، نقول إذا اعتمد على الرسوم، اعتمد على الإيضاحات وعلى الأرقام والتطبيقات، هنا سيكون أكثر إقناعاً. مدرب رياضي يشرح خطة المباراة القادمة للفريق، إذا نفذ الشرح داخل الملعب بصورة عملية سيكون هنا المدرب أكثر إقناعاً للمتدربين. مرشد طلابي يناقش أحد الطلاب حول مشكلاته السلوكية، نقول إذا كان المتلقي متفاعلاً وغير من قناعاته. تعتمد بلاغة الخطباء على استخدام التشبيهات والاستعارات والمجازات والكنايات. دون هنا أفضل ما سمعت أو صنعت من أحاديث بليغة ثم أسمعها لزملائك. هذه سؤال مفتوح، دون أفضل ما سمعت، مثل الرجل الذكي إذا دخل البيت فهد، وإذا خرج أزل، ولا يسأل عما عهد. أعطي تشبيهات أو معادلات رياضية تبين أثر نجاح الفرد في التمكن من مهارات التواصل الشفهي. نقول يستوعب الإنسان ربع ما يقرأ. خلال القراءة تحاولين أن تقرأي مرارا وتكرارا، فالإنسان يستوعب ربع ما يقرأ ونصف ما يسمع وكل ما يشاهد. إذا يستوعب كل ما يشاهد ونصف ما يسمع وربع ما يقرأ. في سؤال رقم 7 يقول مكونات الذكاء التواصلي، ما هي الذكاءات؟ يقول ذكاء اجتماعي، ذكاء ذاتي، ذكاء انفعالي، ذكاء لغوي، ويطلب منا أن نعرف هذه الذكاءات ومسؤوليته التواصلية. هنا نقول الذكاء الاجتماعي القدرة على تكوين علاقات اجتماعية ناجحة قائمة على تفهم قدرات الآخرين وحاجاتهم. مسؤوليته التواصلية ملائمة الفعل التواصلي، أي معرفة ماذا يقال ولماذا يقال ولمن يقال ومتى يقال وكيف يقال. الذكاء الذاتي يختص بمعرفة الذات وعلاقاتها بالعالم من حولها. مسؤوليتها الثقة بالنفس، الجراءة والطلاقة في الحديث، وقوف الفرد عند حدود إمكانياته ومعلوماته، والقدرة على تبرير سلوكه وعواطفه في المواقف المختلفة. الذكاء الانفعالي نقول مسؤول عن تنظيم حاجة الفرد النفسية وضبط انفعالاته، مما يجعله أكثر انسجاما مع الحياة وأكثر تكيفا مع المجتمع. مسؤوليته التواصلية التروي والتفكير قبل الإقدام على فعل تواصل ما، ضبط النفس واتخاذ أفضل الأساليب لمنع انفجار الغضب، الشعور بمشاعر الآخرين، وكذلك الشعور بالراحة والطمأنينة والرضا. الذكاء اللغوي ما هو؟ يختص الذكاء اللغوي بالكفاية اللغوية إنتاجاً واستقبالاً، وعن بلاغة الخطيب اللغوي وقدرته على التأثير والإقناع. القدرة على اختيار الألفاظ الأكثر دقة وملائمته وأيضاً إثارته. بلاغة الخطاب، الاستعارة والتشبيهات والمجازات، ترتيب الرسائل اللفظية منطقياً، وكذلك طرح أسئلة معبرة، الإدلال بتعليقات ذكية. الإدلاء بتعليقات أيضا ذكية. الإقناع فن تواصلي يمكن تعليمه وإتقانه. إننا جميعا نمارس مع أسرنا وأصدقائنا وجميع المحيطين بنا، وتزداد حاجتنا إليه عندما نريد التسويق لأفكارنا ومنتجاتنا، أو حين نريد من الآخرين تعديل موقفهم تجاهنا. هل تعتقد أنك ماهر في فن التواصل الإقناعي؟ هل تشعر بالحاجة إلى معرفة المزيد؟ نقول ما أتقنت مهارات التواصل الإقناعي، قد أتقن فن الحوار، قبول الآخر، ما أريد معرفته وإتقانه، كيف أكون سعة الصدر، مراعاة
حالة المستمع عند إقناعه. قدم تعليلا منطقيا مقنعة تثبيت صحة المقولات الآتية. لدينا عدة عبارات وأنا سأعلل على هذه العبارات. عدو عاقل خير من صديق جاهل. نقول الجهل دائما مسبب ضار حتى وإن كان صديقا. التعبير نصف التجارة. الكلام البليغ يؤثر في المستمع. الاختلاف أساس التمييز. نقول الاختلاف بين البشر أمر فطري. النجاح يولد النجاح. يشعر الفرد بثقة عندما يحقق نجاحا ويسعى أيضا لتحقيق وكبر هذا النجاح. ليس من رأى كمن سمع. المشاهدة توصل رسائل مقنعة أكثر من الاستماع. اثبت منطقيا أو باستخدام الدليل أو بالتمثيل من الواقع. ثم أسمع زملائك ما كتبت. غالبا ما تكون ردة الفعل أقوى من الفعل بسبب التأثير على الوجدان. القضية يمكن تحويل الأشياء الضارة إلى أشياء نافعة. نقول بمزيد من التفكير والاطلاع. يمكنك أن تخدع بعض الناس بعض الوقت، لكن لا يمكنك أن تخدع كل الناس كل الوقت. قوة المنطق وبلاغة التعبير تغير قناعة الناس، لكنها تحتاج أيضا إلى دليل. إذا سنبدأ بأول درس لنا في هذه الوحدة، وهو التواصل الإقناعي. التواصل الإقناعي هنا لدينا رسم بياني يوضح لنا موقف الطرف المؤثر وأيضا الموقف الطرف المتلقي، وكذلك هنا نقول الإقناع. إذا ننظر إلى هذه الزاوية، بدأ المتلقي يميل إلى موقف المؤثر لأنه بدأ يقنعه بما لديه من وأيضا لديه مهارة تواصل الإقناع. في الرسمة التي تليها انظري إلى الزاوية، هنا بدأ التفاوض، وبدأ المؤثر يميل إلى ماذا؟ يميل إلى المتلقي، حيث بدأت قوة أيضا المتلقي تبدأ في الإقناع. هنا لدينا نوع التأثير، ملحوظات على لغة الحوار وسلوك المتحاورين، نتائج الحوار بعد أن نمثل الدور. نقول إقناع سيكون منطقي يعتمد على الحقائق والأرقام، وكذلك على الاستماع سيكون هذا الحوار ناجح. التفاوض يعتمد على البدائل والنقاش، سيصبح هذا الحوار نتائجه جيدة. لدينا هنا فن الإقناع. لابد من المصداقية، قراءة أفكار الآخرين، قوة الانطباع الأول. ثم أعطي نسب التواصل والإقناع من حيث الكلمات، من حيث الصوت، من حيث الصور الجسدية. لابد أن في فن الإقناع لابد لدي قوة الكلمات، أيضا الفوز بقلوب الآخرين والفوز أيضا بعقول الآخرين. إذا هنا لدي فن الإقناع، لابد أن أتميز بهذه المهارات. بين العلاقة بين عناصر الإقناع والمقولات الآتية: يا أيها الرجل المعلم، غير هل لنفسك كان ذات
ذا التعليم، هنا البيت لأبي الأسود الدؤلي. التعليق عندما يخالف فعلك قولك تفقد مصداقيتك، يقولون أقوالا ولا يفقهونها، وإن قيل هاتوا حققوا لم يحققوا. هنا المقولة لأنس بن أبي أياس: إن لم تكن متفقا متفقها الموضوع خبيرا بالتفصيلات فلن تكون مقنعا. في وصف أحد الخطباء هنا: ملئي ببهر والتفات وسعلة ومسحة عثنون وفتل الأصابع. هنا التعليق: غموض الكلام يؤدي إلى عدم الفهم. فعلا هناك ألفاظ لدى الخطيب هنا فلم تفهم، فيوجد هنا غموض قد يؤدي إلى عدم الفهم. إن من البيان لسحر، متثير البلاغة في الإقناع. أصدقائك لا يخذلونك، الصديق الحق يظهر في الموقف، في المواقف أيضا الحرجة. لا يكون الصدق صدقا ما لم يصدقه الآخرون. من القدرة على إقناع الآخرين. ناقش عناصر الشكل الآتي وأعطي أمثلة على كل عنصر. هنا نقول من وسائل الإقناع الإثبات بالأدلة حتى أقنع الشخصية المقابلة لدي أو المستقبل. هنا لابد أن يكون لدي أدلة لما أقول. الإثبات المنطقي أو العقلي: المتحدث مكانته، صفاته، مهاراته التواصلية. هنا أثر الشخصية للمتحدث وأيضا للمتلقي، والتأثير العاطفي. هل حدث أن رويت خبرا أو أجبت عن مسألة أو عرضت فكرة ثم شعرت أن المتلقي لم يصدق أو لم يقتنع فأخذ يسأل عنها غيرك بحضورك؟ اروي هذه الحادثة لزملائك واستمتع بقصصهم ثم دون استنتاجاتك. عندما سمعت من إحدى المدرسين بالمدرسة أنه سوف تقام حفل بمناسبة تكريم الطالب المثالي اليوم، لم تكن هناك أي أدلة واقعية مقنعة، لا ترتيبها بالمدرسة ولا أي دليل آخر، لذلك تشكك زملائي في الخبر وأخذوا يتحسسون الحق من الباطل. أعطي أمثلة تدل على أن الشخصية المتحدثة ولشخصية المتلقي أثر في نجاح التواصل الإقناعي. على غير المثال الأول، عرف الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه الصادق الأمين، وكان لهاتين الصفتين أثرهما في تصديق وقبول دعوته. النبي صلى الله عليه وسلم عندما بلغ دعوته إلى الناس كان يتمتع بشخصية قوية، أهم صفاته الصدق والإخلاص والأمانة وحب الآخرين، وهو حريص على هدايتهم. لذلك كان لهذه الشخصية أثر على بعض المتلقين فآمنوا به واتبعوه وأيضا ناصروه. نقول هنا الأنماط الإدراكية: لدينا ثلاثة أنماط إدراكية، هو النمط البصري والنمط السمعي والنمط الشعوري. النمط البصري يدرك الأشياء على نحو أفضل بواسطة الرؤية، وينعكس هذا على ألفاظه وعلى عباراته، فهو عادة يستخدم ألفاظ مثل نظر، رؤية، تصور، وضوح، ألوان، ظلام، غيوم، مشاهدة. أما النمط السمعي فغالبا ما تكون عبارات مثل صوت، سمع، نغمات، رنين، صراخ، قال، إنصات. النمط الشعوري ألفاظه شعور، إحساس، ألم، خشن، صلب، ناعم، حاد، سرور، حار، بارد. هذا هو النمط الشعوري، ويمكن للمتحدث أن يكثر من استخدام هذه الألفاظ المنتمية إلى النمط الإدراكي للمستمع فيتوصل بها إلى إقناعه. لاحظ هنا كيف تتأثر ألفاظ الشخص وتعبيراته بنمط الإدراك المفضل. لدينا هنا نص
نخرج النمط، هل هو بصري أم سمعي أم شعوري، ثم نذكر الألفاظ الدالة على ذلك. ففي النص الأول هو نمط شعوري، ألفاظ مثل أحلامي وأتألم، رمى بجسده المنهك على الأرض ومدد يديه في أعياء شديدة، لقد يئس من العثور على ابنه المفقود فلم يترك مكانا إلا وسأل عنه، مضى على غياب الابن 3 أشهر لا فائدة، ضاع كل شيء، انتهت أحلامي وانسحقت حياتي، لقد مضت الأيام وأنا أصبر وأتألم. إذن هنا شعور، أتألم، أحلام. النص الثاني، 3 أيام مرت على بقائي هنا، أسمع في أثناء الليل وقع خطى تجتاز بابي، الأصوات الآتية عبر جدران الجص، باكية حينا وضاحكة حينا آخر، هدير ماء الحمام القادم من أدنى الممر، كل هذه الأشياء تذكرني بأني لست النزيل الوحيد. نقول هنا سمعي مثل ذكر الأصوات، باكية، ضاحكة. ثم جاء ذلك اليوم الوردي وقد تجمعنا رغم قساوة الشمس نشاهد الجسر، وقد بدا كتلة رمادية هائلة تمسك بحافتي المجرى، ولا بد أن المنظر كان مدهشا حقا، فقد ساد الصمت لفترة طويلة، ثم جرى احتفالا أحمرا وأخضرا وفي الضي. إذا هدى، بما أنه ذكر الألوان فهذا هو النمط البصري. اكتشف الأنماط الإدراكية لزملائك، اعمل مع مجموعة من 5 أفراد يحكي كل فرد حادثة أو قصة، سواء كان سمعي أو بصري أو شعوري. يستمع الطلاب إلى تحليل بعضهن البعض، ويتم بناء عليها تصنيف طلاب الفصل بحسب أنماطه الإدراكية. أي الأنماط أشيع، نقول النمط السمعي هو الأشيع بين الأنماط. هل هناك نمط محدد لكل فرد أم أن الأنماط متداخلة؟ نقول هناك الأنماط متداخلة، قد يكون لدي سمعي وبصري وكذلك شعوري. ما الذي تستفيده تواصليا؟ ولا بد أن يكون هناك تنوع في الأساليب وكذلك الأنماط. كيف يمكنك أن تؤثر على صديقك وتقنعه بأن يتخلى عن أحد عيوب الملازمة؟ التدخين، السهر، الغياب عن المنزل. هنا نقول عرض صورة للمدخنين المصابين بأمراض، هذا هو بصري. سمعي، تحذير دائما أكرر له وأسمعه عن أضرار التدخين، حزن أولاد المدخنين على حالة أبيهم، هذا هو نمط شعوري. يذكر لنا هنا أنماط الشخصية، صنف أصدقائك ومعلميك والمحيطين بك بحسب الأنماط. هنا خذي هذه الأنماط ثم جسدي شخصية معلمتك، أيضا زملائك، أصدقائك، من حيث التفاعل مع الآخرين، من حيث الاهتمام بالمعلومات، من حيث اتخاذ القرار، من حيث حل القضايا. هنا أيضا لدينا استراتيجية التأثير، متى أستخدمها؟ عندما أعطي صور عامة للموضوع، أقدم حقائق تفصيلية وأدلة، وأعرض أيضا الخيارات والاحتمالات المنطقية، وأركز على العلاقات والانفعالات العاطفية. كيف تؤثر على عواطف الناس وتستميل قلوبهم؟ اتبع الإجراءات الآتية لتقنع صديقك بالإقلاع عن التدخين. استخدم ألفاظا جذابة تخاطب العاطفة، هنا إجراء، يدمر الصحة، رائحة مقززة، موت محقق، يؤذي المحيطين بك، يصيبهم بالأمراض، يؤدي إلى تلف الرئتين. تعبر عن العلاقة الأخوية بينكما، أنت أعز أصدقائي، أنت إنني أحبك في الله، أنا حريص على مصلحتك، أنا أريد لك الخير.
وظف القصص والأمثلة الواقعية، أروي قصة محزنة لإحدى المدخنين. إذا كانت لديك قصة فالقصص كثيرة عن حال المدخنين وكيف أقلعوا أو توفوا بسبب هذا التدخين. استخدام التشبيهات والاستعارات، إن المدخن كمن يسعى لحذفه بنفسه. لو أن شخصا يحرق كل يوم 5 ريالات، أتراه عاقلا أم مجنونا؟ إذا أصبحت عبدا للتدخين، التدخين حقل لكل المصائب والكوارث. إذا هذه بعض التشبيهات والاستعارات. تستخدم الأدلة والبراهين والعبارات العاطفية كوسائل للإقناع والتأثير. حلل الأساليب والوسائل الإقناعية في النص الآتي. أخذ عبيد الله بن زياد رجلا بجناية جناها أخوه، فقال له الرجل: أرأيت إن أتيتك بكتاب من أمير المؤمنين يأمرك بتخلية سبيلي، فهل أنت فاعل؟ قال عبيد الله: نعم. فقال الرجل: فإني قد أتيتك بكتاب من رب أمير المؤمنين، ألم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى؟ تحليل أسلوب الإقناع هنا الحوار وقوة الدليل. الحوار الذين أقول رجال الأمن الشجعان، أن أولاد شهداء أبنائهم جميعا، وأن جراحكم تنزف في كل قلب من قلوبنا، وأن دماءكم وسام شرف يعطر تربة الوطن الغالي. أقول لهم إن هذا الوطن الوافي لن ينسى شهيدا مات وهو يدافع عن العقيدة والوطن، ولن ينسى بطلا جرح وهو يؤدي واجبه، ولن يهمل يتيما سقط والده في معركة الحق ضد الباطل. هنا نقول مخالطة الوجدان. كذا نكون انتهينا من درسنا لهذا الأسبوع. كنا نتحدث عن التواصل الإقناعي، وتكلمنا عن في البداية عن وسائل الاتصال في النشاطات التمهيدية، ثم بدأنا في أول درس لهذه الوحدة وهو التواصل الإقناعي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.